فلسطين حرة، كلمات جمعت يوم أمس مشاهدين عشرات الآلاف من المتظاهرين في مختلف المدن الأوروبية. خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات ضخمة دعما لغزة. تلك المظاهرات ضمت سياسيين، فنانين وغيرهم ممن طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع بعد أكثر من 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي عليه. في بريطانيا كانت المطربة الويلزية تشارلوت تشيرش في الصفوف الأولى للمتظاهرين تردد هتافات تنادي بحرية فلسطين ووقف العدوان الفوري على قطاع غزة المحاصر. في باريس ألقى جان لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا خطابا حماسيا خلال مظاهرة حاشدة يدعو فيها للوقوف إلى جانب غزة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي. Le peuple de France, nous sommes le peuple humain qui regarde ses frères et ses sœurs assassinés. Alors dites-le, avancez-vous, ayez du courage de dire que votre génération ne sera pas coupable comme celle du passé qui ont détourné les yeux quand les génocides avaient lieu. بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا، بلدان أخرى عربية وغربية منها تونس، الدنمارك، البوسنة، الهرسك، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا شهدت تظاهرات أيضا حاشدة تدعو إلى وقف المعايير المزدوجة ومحاكمة الاحتلال على مجازره بحق الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، كما نددت بالإبادة الجماعية في قطاع غزة. وبخصوص تلك التظاهرات تشير المدونة غريس أنج إلى وجود عدد كبير من الأوروبيين الذين سئموا الفظائع الاستعمارية التي ارتكبتها إسرائيل والولايات المتحدة مثل أوقفوا قصف غزة لتتوقف الاحتجاجات. أما خالد أرويشان فيقول من شرق العالم إلى غربه غزة على كل إنسان وفي كل قلب ومدينة. ونختتم هذه القصة مع المدون محمد عمر الذي يرى أن قوة الوحدة والسلام أمر جميل وأضاف معا يمكننا إحداث فرق، دعونا نقف من أجل الرحمة والعدالة.